النادي الاهلي بيستعد لبطوله جديده، بطوله عالميه جديده، الانتر كونتيننتال، بطوله عالميه بينظمها الفيفا لابطال القارات على مستوى العالم. حضرتك عارفين كان في بطوله القارات للمنتخبات، دلوقتي في بطوله القارات للانديه ابطال القارات، والنادي الاهلي طبعا ملك القاره الافريقيه هيشارك فيها كاول نادي عربي وافريقي بيشارك في هذه البطوله. الحقيقه الحلقه النهارده مليئه يعني بالاحداث الكثيره جدا، لكن كنا لازم طبعا نتكلم على النادي الاهلي، وزي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي بيشارك في بطوله جديده، وكمان بنبارك طبعا نادي العين الاماراتي كمان اللي بطل ابطال اسيا بيشارك في هذه البطوله ايضا. النادي الاهلي والنادي العين الاماراتي هيشاركوا في الانتر كونتيننتال، غير طبعا ضمان النادي الاهلي السنه الجايه ان شاء الله موجود في دوري الابطال اللي خلاص يعني بقى شيء بديهي للنادي الاهلي التواجد، وان شاء الله باذن الله الناس من دلوقتي بتقول ال 13 يا اهلي ناخدها سنه سنه، عندنا بطولات كثيره جدا، عندنا ان شاء الله السوبر الافريقي باذن الله ان شاء الله يكون على مستوى الكره المصريه الحقيقه ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، صوره رائعه جدا وفخر كبير جدا ان يعني يكون هذا السوبر الافريقي مصري خالص الحقيقه. وطبعا بنهني نادي الزمالك بفوزه بالكونفدراليه، ومنتظرين سوبر افريقي يليق بالكره المصريه والكره الافريقيه، لانه الحقيقه ان شاء الله باذن الله انا متوقع تكون مباراه كبيره على مستوى الناديين، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز بهذا السوبر. بقول كده كمان علشان الكره المصريه فين من افريقيا، متسيدين الحمد لله على مستوى الانديه القاره الافريقيه. النادي الاهلي بطل ابطال افريقيا للمره ال 12، ريكورد كبير جدا جدا الحقيقه، صعب اي حد يحصلنا الحقيقه، يعني ان شاء الله باذن الله ما حدش هيحصلنا ومزيد من البطولات، لكن